الناس اللي إحساسها سابق أي حاجة عندها، اللي بتحس بأي حاجة وبكل حاجة وفي نفس الوقت. برج السرطان، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم، بنكمل سلسلة التوافق بتاعة الأبراج، حلقة يوم أو حلقة بقى برج السرطان الليلة اللي هنتكلم عن توافقه مع كل الأبراج. في البداية طلب واحد بس، دوسوا لايك عشان نتجمع كلنا ونشوف إشعار الحلقة، ده الطلب المعتاد منكم في البداية. وزي ما بقول، حلقات التوافق ممكن تكون طويلة شوية ولكن هي مفيدة جدا، وبتركز طبعا مش شرط على الارتباط العاطفي بس، ممكن كمان صداقة، زمالة، صحوبية، ممكن اتنين من نفس الجنس، يعني سرطان وسرطان، بنت وبنت، ولد ولد، شاب وشاب، ايا كان التوافق بشكل عام. تعالوا نبتدي ببرج السرطان مع برج الحمل. لما اتكلمنا في اول سلسلة وكان صاحب النصيب برج الحمل عشان الترتيب، قلنا ان مشكلة برج السرطان مع الحمل ان برج الحمل ممكن يخض برج السرطان باندفاعه شوية، برتم حياته السريع شوية، وقلنا ان برج السرطان عايز كل حاجة بالهداوة بالراحة، كل حاجة اي، بصوا اي نظرة، انا عايز اعرفكم حاجة للناس اللي بيتعاملوا مع برج السرطان، اي نظر اي نظرة مهما كان بتسيب اثر وعلامة في قلبه وفي احساسه وفي نفسية برج السرطان. البرج ده كده واحساسه عالي جدا، اقسم لكم بالله فوق ما تتخيلوا. برج الحمل باندفاعه، انا برج الحمل وبقول عن نفسي كده، احنا عندنا الباور، الطاقة عالية شوية، احنا من الابراج اللي تصنف الباور بتاعها عالي جدا وعالي في كل حاجة، في العاطفة، في رتم الحياة. اي نعم بيجينا فترات بنقفل كده، بس احنا بشكل عام الباور بتاعنا بيكون عالي. يعني الباور ده ساعات بينعكس بشكل بقى يعني سلبي على برج السرطان. طبعا احنا في حلقات التوافق بنركز بس على السلبيات بين السرطان واي برج اللي ممكن تخلي التوافق مش عالي قوي، عشان اللي مرتبط ببرج السرطان يبدأ يعالج المشكلة ويحط ايده عليها ويعرف نقاط الضعف فين. يعني فهي دي مشكلة برج الحمل مع برج السرطان عامة، ممكن يفزعوا يخضوا، هي الفكرة في كده. وعلى فكرة برج السرطان من الابراج يعني عند الحمل اقوى من عند برج السرطان، وهنا مشكلة. السرطان ما عندوش مشكلة لو الحمل، لو هو بيحب برج الحمل، ان يخلي برج الحمل يمتلكه، ومن هنا دي نقطة ايجابية اوي في العلاقة بينهم. ولكن زي ما بنقول كده، الحمل يخلي باله، يبقى هادي شوية، يعرف ان هو بيتعامل مع شخصية رقيقة الطباع جدا. يا برج الحمل الحتة دي بتقع منك وساعات ما بتاخدش بالك انت منها. تعالوا بقى نشوف السرطان مع الطور. قبل ما انسى كمان، ما تنسوش رجاء اللي لسه مش يعني ما عملش ليا فولو او متابعه على الانستجرام يعمل لي. انا كنت مقصر معاكم، انا عارف، في الرد على رسائلكم، لكن بدات الفتره دي فعلا ارد. معلش انا عندي كميه رسائل كبيره قوي، اكتر من عدد اللي المتابعين عندي في الانستجرام بكتير باضعاف، فانا بجيب من الاقدم، معلش سامحوني. اي حد عنده استفسار، اي طلب في اي حاجه، في العلاقات، في الفلك، في الابراج، حتى في اي حاجه يعني بشكل عام، يسالني وانا ان شاء الله هرد عليه، وهرد عليه، حاول ان انا ارد عليه قريب كمان. الفتره دي احنا قاعدين كلنا، وانا بدات ان انا ارد على الرسائل المتاخره دي. سرطان مع طور، التوافق كويس بينهم. السرطان مع الطور التوافق كويس الى حد ما، مش العالي برضو اللي بالكم فيه يعني، ولكن الاتنين بيجمعهم حاجات كتيرة قوي، زي يعني الهدوء، زي حب البيت، الاتنين بيتوتيين. يعني السرطان ده برج بيتوتي قوي، بيتقوقع كده على نفسه في كثير من الاحيان، والطور عنده الحتة دي. الاتنين بيحبوا الاستقرار، يحبوا يأسسوا اسرة ناجحة، الاتنين يلتقوا جدا في مسألة المادة، في مسألة الفلوس. تلاقيهم بيحبوا ان هم يعني الفلوس دايما عند برج الطور والسرطان ليها مكانة مقدسة، او الحياة المادية بشكل عام ليها مكانة مهمة عندهم، ودي من نقاط الالتقاء. يعني السرطان بيعجبه في الطور الحتة دي، والطور برضو يعني بدوره بيعجبه الكلام ده في السرطان. وممكن الاتنين جدا جدا ينجذبوا لبعض انجذاب سريع جدا في البدايات، ولكن المشكلة مين فيهم هيصارح التاني؟ السرطان ممكن يكون بيموت فيك بس ما يصارحكش، والطور نفس الكلام. يعني هي المشكلة لو الاتنين دول ارتبطوا او اعجبوا ببعض، صدقوني اكتر يعني البرجين اللي ممكن يقعدوا فترات طويلة جدا على ما يصارحوا بعض هما سرطان وطور. طيب المشكلة بين الاتنين في حتة شوية العند،
دكتور يعني أحيانا في أحيان كتير لا يقبل المجادلة ولا يقبل النقاش، والسرطان من الأبراج اللي بتحب تاخد وتدي، يعني عايزة إن أنت تاخد معاها وتديها وتعاملها معاملة خاصة. إحنا كنا عملنا حلقة قبل كده الأبراج اللي عايزة معاملة خاصة، السرطان جه في المركز الأول. الطور ساعات ساعات ما بيبقاش عنده السياسة دي شوية، ساعات ما بيبقاش عنده السياسة دي شوية، وأحيان كتير بيلجأ لتجاهل برج السرطان، وده أشد الأذى على برج السرطان، إنه يكون بيحب حد ويتجاهله، وبيبدأ برج السرطان يدوس على قلبه ومشاعره ويتجاهله ويرد له يعني اللي هو بيعمله معاه. لذلك الاتنين دول دي النقطة اللي خلوا بالهم بس منها عشان ما يحصلش صدام بينهم. أما سرطان وجوزاء، احنا برضو اتكلمنا في سلسلة يعني برج الجوزاء، وقلنا ان التوافق بين البرجين ده البرجين دول مش عالي ومحتاج شغل، وهي علاقة مجهدة باختصار. ليه؟ لان السرطان من الابراج اللي عايزة اهتمام شبه دائم، والجوزاء مش بتاع الكلام ده. دايما بنقول الجوزاء من الابراج اللي بتحب تاخد مساحة كبيرة قوي لنفسها، ومش هتمشي معاك على رتم واحد، يعني مش هتهتم بيك على طول. ممكن احيانا تطنش، يعني برج الجوزاء ممكن يطنش، ممكن ينسى، والسرطان يعني يا ويلكم لو انت نسيته، لو هو بيحبك وانت نسيته. السرطان كمان بيفتكر ادق واصغر التفاصيل، والجوزاء ما فيهوش الحتة دي، الجوزاء ممكن تعدي عليه الحتة دي ما يفتكرهاش، ودي تزعل برج السرطان قوي من برج الجوزاء. اذا ممكن المشكلة بين الاتنين دول في حتة شوية، ان الجوزاء مش هيدي الاهتمام اللي برج السرطان طالبه منه، ممكن تلاقيه في احيان بيهتم بيه بشكل كبير او احيان يعني تانية مطنشه شوية، وهي دي المشكلة. كمان برج الجوزاء احيان واحيان كتير بيكون رتم حياته سريع جدا عن برج السرطان، فالسرطان ما بيعرفش يجاريه في رتم الحياة السريع قوي ده. يمكن من شويه احنا لسه قايلين ان برج السرطان بيتوتي، الجوزاء العكس، الجوزاء مش برج بيتوتي ابدا، الجوزاء بيحب الانطلاق والسرطان برج بيتوتي. ممكن دي برضو تكون احد يعني نقاط الخلاف شويه بين البرجين دول. يبقى دي الحاجات اللي هم يخلوا بالهم منها. اما بقى برج السرطان مع برج السرطان ممكن ينجذبوا جدا لبعض في البداية، ولكن بعد كده العلاقة ممكن يبقى فيها، معلش يعني احنا بننورك في الحلقات دي عشان تعرف ان انت تطور العلاقة، ممكن يبقى فيها دراما شوية. ليه دراما بقى؟ السرطان بيزعل بسرعة، من الأبراج اللي نقدر نقول عليها زيها زي الحوت كده، بتزعل بسرعة ومن أقل الأشياء، راجع طبعا لطبيعته الحساسة بشكل كبير قوي. سرطان مع سرطان لما يبقوا الاتنين سرطان، ده ممكن يزعل بسرعة ومن أقل حاجة، وده نفس الكلام ممكن تبص تلاقي بيزعلوا من بعض على أقل حاجة. وبرج السرطان من النوع اللي لما بيزعل عايز محايلة، عايز مدادية، عايز انت تصالحه مرة واتنين وتلاتة، هو بيحب كده، هو بيحب كده. فده لو زعل ومستني التاني يصالحه، وده لو زعل ومستني التاني يصالحه، ممكن ده ما يعملش يعني ما يصالحش الطرف الاخر، تلاقي كل واحد فيهم تجاهل التاني، وهم اساتذه في التجاهل. السرطان من الابراج المتمرسه على فكره في حته التجاهل، فدي المشكله بس بينهم يخلي بالهم منها. سرطان مع برج الاسد، برج الاسد برج فرفوش، وبرج زي ما احنا بنقول كده صاحب مزاج، يعني بيحب يعيش الحياه كلها فرفشه كلها انطلاق. ممكن يشوف برج السرطان شوية يتهم ان هو برج نكدي او برج خنيق يعني، وبرج السرطان لكم لو حس من الطرف الاخر بحاجة زي كده، فده ممكن يعني الاسد عنده حتة استعجال وعنده حتة كده اسمها كن فيكون، عايز الحاجة اللي هو عايزها كن فيكون، تحصل على طول زي ما هو عايزها. والسرطان ساعات ما بيستجيبش لطلبات الاسد، لانه مش هيقبل ان الاسد يعامله كانه يعني خادم عنده، او كانه مثلا الطرف الاقوى، او كانه الطرف المسيطر، او لازم يعني. السرطان ما بيجيش كده، ما بيجيش يعمل، لا، السرطان عايز محايلة، عايز سياسة، عايز اسلوب عشان تقدر تاخد منه حاجة زي كده. السرطان برج بعيد عن الاضواء شوية، والاسد بيعشق الاضواء، وايضا دي ممكن تكون من نقاط الخلاف اللي بينهم. احيانا السرطان بينتقد وبشكل صادم، واحنا قلنا قبل كده ان الابراج النارية على رأسها برج الاسد
بيحتاجوا المديح، بيحتاجوا اللي يحسسهم بقيمتهم بالكلام، والكلام بيفرق معاهم. ممكن يفتقد دي مع برج السرطان، يبدأ من هنا ممكن يزهق من برج السرطان، فخلي بالك يا برج السرطان. بينما السرطان مع العذراء ممكن يلتقوا جدا جدا لفوق ما تتخيل. برج السرطان مع برج العذراء، خلي بالك يا برج السرطان. بينما السرطان مع العذراء ممكن يلتقوا جدا جدا لفوق ما تتخيل. برج السرطان مع برج العذراء بتجمعهم أشياء كتيرة قوي، حب الاستقرار، حب التكوين، الأسرة، يعني بتلاقي الدنيا بينهم، يعني الرتم، بتلاقي رتم الحياة، بتلاقيه قريب من بعضه. ممكن العذراء بيستحمل السرطان، العذراء بيستحمل السرطان، ولكن في الرومانسية ممكن برج السرطان ما يلاقيش الدرجة اللي بيحلم بيها في الرومانسية أو في العاطفة بشكل عام مع برج العذراء الترابي. فكرة عايز أقول، ولكل قاعدة استثناءات، برج السرطان والعذراء من الحاجات كمان اللي يلتقوا فيها إن تلاقيهم الاتنين يحبوا يصرفوا القرش في محله، يحبوا يصرفوا الفلوس في محلها، مش بتوع بعزقة. أو بقول برضو لكل قاعدة استثناءات، ولكن ده اللي بينطبق على أغلب مواليد الأبراج دي لما بيلتقوا مع بعض. بينما برج السرطان مع برج الميزان هي علاقة التوافق فيها مش عالي قوي، برضو رتم حياة برج الميزان أسرع بكتير من رتم حياة برج السرطان. السرطان بيتوتي جدا زي ما قلنا، الميزان كأي برج هوائي، برج يعني بيعشق الانطلاق والمرح وروح المغامرة، ودي مش هيلاقيها شوية في برج السرطان. برج الميزان ما بيحبش المود المتقلب، يعني ما بيحبش ان انت ما بيحبش مود شوية. برج السرطان، السرطان احنا عارفين ان هو مودي ومتقلب المزاج بنسبة كبيرة قوي، الميزان ما بيحبش الحتة دي، ودي ممكن تكون سبب الخلاف مع برج الميزان. لذلك برج السرطان يحاول ان هو يخلي باله من الحتة دي، ما يشعرش برج الميزان ان هو متقلب المزاج، او ما يخنقش كمان برج الميزان، لانه برج عايز مساحة قوي قوي قوي. والسرطان عنده نوع من انواع حب الامتلاك الكبير. برج السرطان يخلي باله بس من النقاط دي. كمان برج الميزان اللي معروف عنه برج بيحب اللي هو ايه، يعني مش ما عندوش بقى حته تصرف القرش في محله، لا اللي عايز يشتريه يشتريه، اللي عايز يصرفه يصرفه، بيحب يدلع نفسه شويه. فالسرطان كمان يخلي باله. اما بقى برج السرطان مع برج العقرب، فالعلاقه دي علاقه من العلاقات اللي نقدر نقول عليها كويسه جدا، وفي انجذاب كبير قوي بين البرجين دول هما الاثنين. يعني السرطان عنده حته غموض، والعقرب ايضا برج غامض، الاثنين بيعجبهم الحته دي في بعض. والسرطان على فكره ينجذب جدا لبرج العقرب، والعقرب ايضا بينجذب جدا لبرج السرطان وبيلتقوا. وبرج العقرب يعني فنان شويه، لما بيحب، بقول لما بيحب، برج السرطان بيعرف يتعامل معاه، بيعرف يحتويه، وبيفهموا بسرعة قوي، مائي مع مائي بقى، والدنيا بيبقى فيها انسجام سريع قوي بين البرجين دول في أغلب الحالات. في أغلب طان مع برج القوس الناري العلاقة، يعني مش التوافق اللي ممكن أي اتنين يكونوا بيحلموا بيه قوي، العلاقة بتحتاج مجهود أيضا. نفس الكلام، القوس رتم حياة، واحد من أسرع الأبراج في رتم حياتها، وعايز انطلاق وخروجات وكل حتة في مكان، وكل يوم يصاحب حد جديد ويعرف ناس ويخالط واجتماعي ويتكلم كتير ويضحك ويهزر. وهو القوس مش رومانسي للدرجة الأولى. يعني مثلا في أبراج الرومانسية بتقسم لثلاث أنواع، رومانسية حالمة، ودي أعلى أنواع الرومانسية، رومانسية واقعية، ودي اللي بيبقى فيها أغلب الناس، ويعني رومانسية قليلة. مش عايز أقول مفيش حاجة اسمها أبراج أو شخصيات مش رومانسية، بس في أبراج حتة الرومانسية عندها قليلة جدا. برج القوس من الحتة دي، يعني السرطان عنده رومانسية عالية، القوس أقل منه في الحتة دي. السرطان والحوت تحديدا من الأبراج، رجل أو امرأة اللي بتحتاج رومانسية حتى لو من فترة لأخرى، بس ما تقدرش إنها تستغنى عن الجرعة دي أبدا في حياتها العاطفية. حاول، لو حاول برج القوس إن هو يعني حاول برج السرطان ان يمتلك برج القوس بزيادة قوي، القوس هيتخنق منه صراحة. وبننوركم وبننبهك لحاجة زي كده، انت مرتبط ببرج القوس، اعرف ان هو برج ما بيحبش الخنق، ورحت فين وهتروح فين وليه اتأخرت، والكلام ده مش هيستحمل على المدى الطويل، مش هيستحمل يا برج السرطان. فاعرف ان انت مع برج ناري، واحد من اسرع الابراج،
وأكثرها تحررا وحبا للمغامرة وسرعة، فلازم تكون واعي للنقاط دي عشان ما تدخلش في صدام مع. أما السرطان والجدي فأيضا علاقة حلوة قوي بين البرجين دول، بيلتقوا الاتنين زي علاقة العقرب كده مع السرطان، بيعجبهم دماغ بعض وممكن ينجذبوا جدا لبعض. ونصيحة، السرطان يعني لما تبقى البنت سرطان تدي القيادة شوية لبرج الجدي، لأنه من الأبراج اللي عندها حتة السيد شوية. السرطان أنثى السرطان لما بتحب رجل الجد بتفرح بيه في الحتة دي، بتقدر إن هي تديله الحتة دي، بتقدر. هو بيحب أيضا الاستقرار، الأسرة، البيت، بيقدر المادة، بيقدر العمل. والسرطان أيضا بيقدر الحاجات دي، ولكن أيضا المشكلة ممكن ما يلبيش لبرج السرطان طموحاته العالية قوي في العاطفة. أنا بتكلم في التوافق عن السلبيات اللي ممكن تواجه أي علاقة. العلاقة دي ناجحة من العلاقات الناجحة، ولكن انت لو بتسألني العيب فين، اقول لك العيب في الحتة دي. احنا عارفين ان السرطان رومانسي والدنيا كلها عارفة كده، وعارفين ان الجدي في الرومانسية مش عالي قوي، فدي ممكن تكون نقاط خلاف. ممكن تكون نقاط خلاف لو برج السرطان ما حطش ده في الاعتبار. بينما السرطان مع الدلو علاقة صعبة، الدلو حرفيا بعيد بعيد عن الرومانسية اللي يتمناها برج السرطان. الدلو بيتخنق من أقل حاجة وبسرعة. السرطان يعني هيسأل، هيتدخل في حياة برج الدلو، ودي أكتر حاجة ممكن تضايق البرج الهوائي المتحرر ده. الدلو أحيانا بيتعامل بتجاهل كبير قوي، وده أكتر حاجة ممكن توجع برج السرطان. هما ممكن كصداقة يمشوا، الاتنين بيحبوا يسمعوا، الاتنين بيحبوا ان هما يتكلموا مع بعض، الاتنين بيحبوا ان هما يعني ممكن كصداقة تلاقي الدنيا حلوة. انما ساعة ما بيخشوا في الارتباط العاطفي واحتياجات كل واحد فيهم العاطفية، بالذات احتياجات السرطان، ممكن ما يلاقيهاش بالدرجة الكافية مع برج الدلو. هي علاقة مجهدة، من أصعب العلاقات عامة، ولكن دايما بقول لكل قاعدة أو مثلا، ما دام في حب مفيش حاجة مستحيلة، ما دام في حب هتستحمل وتبدأ تتقبل وتتعود. شايف نفسك من البداية هوت مش هتقدر تعمل كده، يبقى أنصحك ما تغامرش وتخش في علاقة أنت عارف إن طباع الطرف الآخر لا تلائمك. أما برج السرطان مع برج الحوت فأنا بشوف علاقة جميلة وعلاقة حلوة. الاتنين بيحبوا الاستقرار أيضا، الاتنين يعني خلق بينهم وبين بعض بقى كيمياء في العاطفة، مش هنتكلم، ده شيء مفروغ منه. هم عاطفيا هيبقوا على هوا بعض أو هيدلعوا بعض قوي. الاتنين يعني ده رقيق الطباع وده رقيق الطباع، بيلتقوا قوي في الحتة دي. ده برج حنين وده برج حنين، ده عنده احتواء وده عنده احتواء، الاتنين بيلاقوا حاجات في بعض كده. برج الحوت بيحس ان هو لقى في السرطان الحنية اللي كان بيدور عليها، السرطان ايضا بيحس ان هو لقى في الحوت الحنية اللي كان بيدور عليها. بيتعاملوا مع بعض بمعاملة تقريبا متشابهة، وده بينجح العلاقة بشكل. هم عندهم كمان من الذكاء العاطفي اللي ينجح العلاقة العاطفية صداقة ينفعوا، زمالة ينفعوا، ارتباط أي كان نوعه، خطوبة، زواج، حب حتى في البداية ينفعوا أوي وينجذبوا لبعض أوي، يتأقلموا على بعض أوي. لو كان في حب، لو كان في حب، مش واحد فيهم بيلعب بالتاني عشان محدش يربط ويقول لي ما أنا مرتبط بسرطان وما هوش كده يبقى ما بيحبكش. ما هو انت شخصيتك تلائمه، بس ممكن في ظروف تانية مخليها مش بيحبك، ممكن في ظروف تانية تخليها مش مقتنع بيك، في حاجات كتير قوي تانية. انما لو بيحبك بجد او ارتبط بيك، المفروض ان نسبة الانجذاب والتوافق بينكم عالية قوي. الحوت برج عنده ذكاء، عنده سنة غموض كده بتعجب السرطان. السرطان ايضا برج عميق، الاتنين بيحبوا ان هم يغوصوا في اعماق بعض، الاتنين بيسمعوا حلو قوي، يعني يسمعوا المشاكل الغير قوي، وتلاقي عندهم احتواء، مش بينفروا بسرعة كده من المشكلة. مش برج مثلا ملوش صبر يسمعك، مش برج مثلا، ولكن هي المشكلة في العصبية شوية، هم عندهم حتة العصبية شوية، حاولوا ان هم يعني يتغلبوا عليها. غير كده او بخلاف كده، العلاقة المفروض ان هي تكون علاقة ناجحة
وجميلة جدا. أنا دايما بقول لكل قاعدة في الدنيا، مش بس علم الفلك أو الأبراج، استثناءات نحط دي في الاعتبار، ولكن بنسبة 90 95% الكلام اللي احنا بنقوله ده بينطبق على الأبراج المرتبطة ببعضها. في النهاية اكتبوا لي آرائكم، أتمنى الحلقة تكون أفادتكم، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك مهم جدا عشان كلنا نشوف الحلقة مع بعض ومفيش أي حلقات تروح علينا، واللي ما عملليش فولو على الانستغرام يعمل لي فولو، أي حد عنده أي سؤال استفسار أيا كان من أي نوع يبعت لي على الانستغرام أنا برد، ولا سيما الفترة دي هرد عليه كمان بشكل مفصل، واللي أنا لسه ما ردتش عليه ما يزعلش مني، أنا لسه ما شفتش رسالته. بصراحة أنا عندي كمية كبيرة جدا من الأسئلة، لأني كان بقالي فترة ما كنتش عارف إن أنا أرد فتراكمت يعني، ولكن أوعدكم إن أنا هحاول إن أنا أرد عليكم كلكم ولا سيما في الفترة دي، وهتوحشوني.